فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه. 6 انديه حققت لحد الان 3 نقاط اولى في الجوله الافتتاحيه بعد التحاق النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. هذا يجي بعد قرارات مكتب الرابطه البارح بقبول احتراز النادي الافريقي ضد اتحاد بنقردان، وايضا قبول احتراز ترجي جرجيس ضد الملعب التونسي. الجولة إذن اللي باش تلعب الجولة الثانية على مراحل، بطبيعة الأمور واضحة على المستوى القانوني بعد القرارات هذية، والجولة تنطلق نهار السبت بزوز مقابلات. السبت 14 سبتمبر ما 3:30 فريق قوي في القفصة يلعب ضد ترجي جرجيس، والأولمبي البيجي ضد مستقبل قابس. نهار الأحد مقابلة وحيدة، اتحاد تطاوين ضد النادي الرياضي البنزرتي. ثم بقية البرنامج بعد أسبوع 22 سبتمبر 4:30 النادي الإفريقي ضد شبيبة العمران، ثم زوز مقابلات 25 سبتمبر 3:30 مستقبل سليمان الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي ضد اتحاد بنقردان. 26 سبتمبر الاتحاد الرياضي المنسيري النجم الساحلي والملعب التونسي ضد نجم المتلوي. هذه مقابلات بطبيعة الموعد متاحة ولا المواعيد متاحة في أكثر من لقاء، لأنه فما المقابلات زادة متاع العودة بخلاف لقاء الذهاب متاع رابطة الأبطال وأيضا كأس الكاف. فما أيضا مش تجي في آخر الأسبوع 20 و21 أيضا مقابلات العودة من مقابلات بطبيعة فما في تونس وأيضا خارج تونس. أبقى في أجواء البطولة، وقوافل القفصة تحت طائلة عقوبة المنع من الانتداب. في النجم الرياضي الساحلي نزار الشميسي من مستقبل رياضي بالمرسى لمدة 3 مواسم. في أخبار الرابطة الثانية، منتظر أنه تنطلق آخر الشهر وإلا على أقصى تقدير بداية شهر أكتوبر، والقرعة باش تتم يوم 17 سبتمبر. قرعة فيها زوز مجموعات، والبطولة هذية باش يتم فيها كما قلت اعتماد نظام المجموعات، فما 14 فريق. آخر الأسبوع هذه المسابقات الإفريقية، والاتحاد الرياضي المنسيري هو اللي يقص شريط الافتتاح. المقابلة باش تكون غدوة ضد مولدية الجزائر في رادس في حدود الساعة 6 بتحكيم المصري أمين عمر. مقابلة تدخل في إطار الدورة التمهيدية الثانية من رابطة أبطال إفريقيا. في المنسير تتواصل عملية بيع التذاكر بمقر النادي، 10 دينارات 20 دينار و 30 دينار و 50 دينار هذم هما الأسعار. إذا كان ما خلطوش بتبيع باش ياخذوا التذاكر قبل التحول للملعب نهار المقابلة غدوة بقاعة بوهيما في رادس. في بقية مباريات الأندية التونسية نهار الأحد 5 سبتمبر 5 الترجي الرياضي التونسي في لقاء ذهاب ضد ديكاديها الصومالي. بتبيعه هو الفريق هذايا هو اللي يستقبل، لكن جماهير الترجي باش تكون حاضرة وأصحاب التذاكر فقط هما اللي باش يكونوا حاضرين. 27,000 تذكرة على ذمة أحباء فريق الترجي. مقابلة هذايا باش تكون بتحكيم المالي بوب تراوري. لقاءات الأندية التونسية المتبقية، الكاف النادي الرياضي الصفاقسي نهار الأحد 5 سبتمبر يلعب في صفاقس في ملعب طيب المهيري ضد روكينزو البوراندي. مقابلة الأربعة متاع العشية بتحكيم الغاني أكوا نوندو. وأيضا زاد النادي الرياضي الصفاقسي يستفيد أنه يلعب ضد منافسه ذهابا وإيابا في تونس في صفاقس تحديدا. كمل بفريق الملعب التونسي اللي يلعب ضد اتحاد العاصمة الجزائري نهار السبت. اتحاد العاصمة اللي دربه بطبيعة فريق يعرف مليح كرة القدم التونسية والأندية التونسية هو المدرب نبيل معلول. مقابلة بتكون نهار السبت 7 متاع العشية بتحكيم الكونغولي جون نجيان. على انطلاقة المسابقات الإفريقية الأندية التونسية مع الاتحاد الرياضي المنسيري، وغدوة جمعة زوز مقابلات فقط بخلاف مقابلة ممثلنا، فما مقابلة إنوغي رانجرز النيجيري وساغرادا إسبرانسا الأنغولي. كرة اليد بطولة إفريقيا، منتخب الأواسط حقق الفوز الثالث على التوالي وتصدر المجموعة متاعو بنهاية الدور الأول بعد فوز على الجزائر 28 مقابل 23، وجاء هذا بعد انتصارات أيضا على ليبيا ورواندا. منتظر غدوة منتخبنا يلعب الدور الربع نهائي ضد مالي. مالي اللي كانت خسرت ب 30 نقطة ضد مصر وأيضا ضد المغرب، فمنتخبنا باش يعتبر نفسه في حصة تدريبية لا أكثر ولا أقل في انتظار المنافسات القوية بطبيعة في الرباعي الأخير. تقول قائل كيفاش منتخب هذا يترشح منتخب مالي، الناس الكل ترشحت، وبعد بالترتيب الأول ضد الرابع والثاني ضد الثالث.
بخلاف مقابلتنا ضد مالي في الدور الربع النهائي، في بقيه البرنامج المغرب باش تلعب ضد رواندا، ليبيا ضد مصر، والجزائر ضد غينيا، واحنا في طريقنا في دور النصف النهائي المنتخب المغربي اللي هو الحقيقه عنده جيل قاعد في كل مره يبرهن انه قاعد يحضر للمستقبل، للمنتخبات والاصناف السنيه الاكبر. هو بطل العرب للاوسط، خسرنا معاه من 4-5 شهور في الدور النصف النهائي، وكما قلت عندهم جيل به طالع. في القمه الجزائر ضد مصر، منتظر انه الجزائر تعمل مقابله كبيره، لكن كالعاده منتظر مصر هي اللي تكون في الدور النهائي. بطولة واضحة لرباعي شمال افريقيا اللي هما الاقوى، منتخبنا ينحي شوية اغلاط، تو نرجعوا في مساحات اكبر نحكيوا عليهم بالنسبة للفنيين اللي يحكيوا على برشا ديشي تكنيك، نرجعوا نحكيوا عليه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي باش يكمل بطبيعة في وضعية ممتازة ويتحصل على اللقب هذا، والاكثر من هذا يتجاوز الاخطاء نتاعو ويكون نخبة متميزة وعناصر متميزة، كما شفنا الحارس عزيز بن حسين اللي هو كان حارس الافضل واللاعب الافضل في الزوز مقابلات الاخرانيين. محلينا البطولة تتواصل في جولتها الثالثة نهار السبت، بتبيع مقابلات ثلاثة فقط لأنه فما البطولة الإفريقية كما صار في الجولة الثانية اللي تستكمل يوم 18. بالنسبة لبرنامج ثلاثة مقابلات تلعبوا نهار السبت، هلال مساك النادي الإفريقي، ساقيت الزيت سبورتينغ المكنين، واتحاد منزل تميم ضد الترجي. في النجم الساحلي سوق الباسكيت والفرع هذايا كما ايضا فرع الهوند قاعد يستفيد مجموعه من لاعبيه بعد التعاقد مع احمد التريمش، عمر بوعليق، وقبلهم تعاقد مع عمر المحلي وايضا الجزيري. بدنا نحكي على الهوند بطبيعه رفيق باشا في عوده لفريق النجم الرياضي الساحلي. في الفولي المنتخب نتاعنا يواصل تحضيرات للبطولة العربية اللي باش تكون في البحرين آخر شهر أكتوبر بداية نوفمبر، والمنتخب باش يكون بوجه جديد، عناصر جديدة تحت إشراف المدرب نور الدين حفايظ. منافسة الفردي في تنس الطاولة أقل من 17 سنة في مونتينيغرو، في المرتبة الثانية لتونس لوسيم أسيد. افريقيا في مالي وفاة اللاعب المالي ماليك تراوري، اللاعب هذايا في عمر 28 سنة كان نشط في النادي الافريقي في الفترة بين 2013 و2016 وشارك في بطولة 2015، والوفاة كانت بسبب أزمة قلبية. في مصر ايضا وفاة اللاعب الدولي والمدرب ايهاب جلال مدرب الاسماعيلي بعد وعكة صحية في الاسبوعين الاخيرين، ربي يرحمه وانا لله وانا اليه راجعون. عالميا من الولايات المتحدة الأمريكية، وخبر جديد تعيين المدرب ماوريتسو بوكيتينو كمدرب للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة، بتبيعه هو اللي بشي ينظم المونديال مع كندا. في تصفية أمريكا الجنوبية مونديال 2026، مازالت هزيمة السيليساو أمام الباراغواي في الجولة الثامنة هي اللي تشكل الحدث، بعد ما كانت ممكن الناس تتصور أنه بعد الانتصار في الجولة اللي فاتت الجولة السابعة الأمور باش تكون أحسن، لكن ما تحسنتش. حتى الأرجنتين اللي هي متصدرة أيضا كانت انهزمت، لكن مازالت في مأمن بطبيعة عندها 18 نقطة، بينما منتخب البرازيل في وسط الترتيب تقريبا بعشرة نقاط. الدوريات الأوروبية ترجع غدوة من الليغا وأيضا البوندسليغا، في الليغا البيتيس يلعب ضد ليغانيس، وفي البوندسليغا بروسيا دورتموند يلعب ضد هايدنهايم. موسيليا وموسيالا لعب هذايا لاعب باير منشن، فما زوز انديه يحبوا يكون موجود معاهم اللاعب هذايا، لكن بروز بتبعه من في عمر صغير، لكن بروز مع المنتخب الالماني. الريال ومانشستر سيتي يحبوا ياخذوا اللاعب هذايا، وبالتاكيد باير منشن يسعى انه الوقت ممكن ضده باش يجدد عقد اللاعب ويكون موجود مع فريق باير منشن في السنوات القادمه. هكا وصلت معكم لختام اخبارنا الرياضيه، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه، اجمل تحياتي نجوى طالبي. إشهار. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس أون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات